امرأة نذرت أن تسمي ابنها اسما معينا ورفض الزوج، فهل تفي بالنذر أم تطيع الزوج في رغبته؟ وماذا عليها إذا أطاعته ولم توفي بالنذر؟ هذا مثل ما ذكرنا قريبا، هذا نذر مباح، نذر التسمية نذر مباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين، وما دام زوجها منعها من ذلك تكفر كفارة يمين، وليس عليها شيء غير الكفارة. نعم.